وبالتالي هذو الناس اللي راهي تتكلم وتشكك في القدرات الانتاجيه تاع الجزائر، انا نقولها لك، اسيادهم اللي في السوق الدوليه راهم حابين يبيعوا القمح تخوفوا من المنتوج الجزائري، حركوهم يهضروا باش يفشلوا الفلاحين ويفشلوا الجزائريين، ونقول لهم باللي احنا قدنا 7 سنين ونصف ثوره، مستعدين نقودوا 17 ولا 20 سنه ثوره فلاحيه، ونخلوا للاجيال الجايه ان شاء الله يعني تنميه حقيقيه وورق الطريق اللي باش يكون اقلاع حقيقي للفلاحه بالجزائر، لكي نكونوا نحن هنا كما كانوا يسموه، ما نقولوش باللي السل باش نوكلوا افريقيا، نوكلوا اوروبا.